صافي ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة زمان صافي ما أحلى ما أحلى نور إشراق وحياة نور وحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من راجع السيرة النبوية أو الأحاديث الشريفة دواوين السنة رأى العجب العجاب من حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، سواء أكانوا مسلمين أم كانوا من أجل أن يدخلوا بالإسلام. من الحوارات المهمة التي مرت بي ولها دروس دعوية عميقة حواره صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذن بالزنا في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالزنا، فهم به الأصحاب، زجروه: أتستأذن بماذا؟ تستأذن بالزنا بكبيرة من الكبائر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته العظيمة الدعوية ما زجره ولا عبس في وجهه ولا انتهره ولا تكلم معه بكلام غليظ، وإنما نظر إلى الشخصية وحلل الموقف من العمق. هذا الشاب لولا أنه يحب الله ورسوله، لولا أنه تقي، لولا أنه صالح، لولا أنه على الهدي النبوي لما جاء يستأذن، لكان وذهب في الخفاء وفعل ما يريد. هذا الرجل يتكلم كما نسميه بالألفاظ المعاصرة بشفافية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء يستأذن، هو لا يريد الأمور الخفية، لا يريد أمورا مخبأة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ معه بالحوار، الآن حوار عقلاني. قال: أتريده لأمك؟ وهذا السؤال سؤال في غاية الحساسية مع الذي يقترف والعياذ بالله أو يريد أن يقترف الكبيرة، كبيرة الزنا، لأنه يرى نفسه، خاصة الرجل يرى نفسه أنه لا إشكال عنده ولا عيب عنده، أما المرأة فهو أمر في غاية الشناعة. فإذا ما والعياذ بالله اقترب من امرأة مومس، نظر إليها على أنها مومس ساقطة وأنه إنسان شريف، ولكن زلت نفسه في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه السؤال وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. أدن مني. ووضع المصطفى عليه الصلاة والسلام كفه على صدره وقال: اللهم اهد قلبه، اللهم طهر قلبه، وحصن فرجه. يقول الراوي: فلم يعد الشاب يلتفت إلى شيء من هذا. سأقف قليلا في هذه القصة. النبي عليه الصلاة والسلام في حواري هذا استعمل ثلاثة أساليب في الحوار. الأسلوب الأول الأسلوب العقلاني، حوار: أترضاه؟ 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 الأسلوب الثاني الأسلوب الحسي، أدن مني. القرب منه غير الابتعاد عنه، لها مدلول: أدن مني. كما لو جئت إلى شخص وهو يعتقد أنني مرجع له وهو في شيء من المهابة في قلبه، فقلت له: أدن مني، ووضعت يدي على كتفه. هذه لها معاني كثيرة في كسر الحواجز. أولاً الأسلوب العقلي، حاوره. الثاني الأسلوب الحسي، أدن مني. الأسلوب الثالث الأسلوب العاطفي، اللهم طهر قلبه. وضع يده على صدره قال: اللهم طهر قلبه
وحصن فرجه، وإذا بالأمر قد نزع من أعماق قلب هذا الشاب ولم يعد يلتفت للزنا، هذا نبيك يا بني فاقتدي به، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نبع صاف ما أحلاه.